ايه التأخير ده كله؟ ما انا كنت بجهز لك يا بيبي. ايه مستعجل ليه؟ وحشتك؟ قوي. يا سلام. انت سليم فواز؟ واضح ان هو مش جاي. هشوف تليفونك لو سمحتي. في حاجة تانية دلوقتي؟ هنرجع للوزارة. يلا بينا. يعني مش جاي؟ بعد كل اللي عملناه بروح أمه ومش جاي. يلا رجالة انتوا عند العربية، هنرجع تاني. متهيألي خلاص اتعرفنا. اتكلم بقى. أنا ماليش دعوة، أنا هخرج من هنا. اقعدي. مفيش حد هيخرج أو يدخل هنا من غير إذني، ولو قطعتي كلامي تاني مش هتخرجي من هنا خالص. أنت سليم فواز اللي مش مهم، متتكلمش عني دلوقتي، تعالى نتكلم عنك أنت شوية. تحب نبتدي بيه؟ شحنة الأدوية الفاسدة اللي أنت جبتها السنة اللي فاتت وبعتها للمستشفيات الحكومية بضعف تمنها؟ ولا نتكلم عن حملة التبرعات للمناطق العشوائية اللي محدش عارف الفلوس اللي أنت لميتها دي كلها راحت فين غيري أنا؟ أنت عرفت الحاجات دي إزاي؟ لو أنا مكانك مش هفكر في ده دلوقتي. كل اللي هفكر فيه إن الحاجات دي لو طلعت هيحصل لك أنت إيه؟ لو أنت عايز أي مبلغ أنا ممكن أكتب لك بيه شيك حالا. أنا لو عايز أخد منك فلوس هاخد كل فلوسك وبرضه مش هتكفيني يا صبحي. بس أنا عايز منك حاجة تانية خالص. حاجة إيه؟ مشروع المتحف. مشروع المتحف ده من الأساس ما كانش بتاعك، لكن أنا عارف كويس أنت دفعت المين كام عشان العطا يرسى عليك، ودلوقتي اللي أنا جاي بطلبه منك إنك ترجع حاجة ما كانتش بتاعتك من الأساس. ابعد عن مشروع المتحف. ابعد عنه ليه؟ معتز هو اللي بعتك صح؟ مش مهم، المهم إنك هتنفذ اللي أنا بقول لك عليه. حاضر حاضر، من بكره الصبح مشروع المتحف ده انا ماليش دعوه بيه نهائيا. برافو يا صبحي، برافو. حاجه اخيره قبل ما امشي، تفتكر ايه اللي ممكن يضمن لي بعد ما اخرج من هنا محدش فيكم يكلم البوليس؟ مش هبلغ، مش هقول لحد. انا لا شفتك ولا اعرفك. هصدقك. ماشي. بس يكون في علمك، زي ما عرفت اوصل لك دلوقتي، هعرف اوصل لك تاني في اي مكان. ما تنساش اللي اتفقنا عليه. ليه ما جاش طيب؟ ما جاش ليه؟ ما كانت فرصتنا كنا قبض عليه واستريحنا وخلصنا. طب حمزة انت متأكد انه ممكن تكون غادة حاولت تحذره؟ المكالمة حصلت قدامي وغادة عملت كل اللي طلبته بالظبط. طب امال ايه اللي حصل يا حمزة؟ مش عارف بس اكيد في حاجة. عارف انا حاسس ان في حاجة هتحصل. ربنا يستر.
غادة، غادة يا حبيبتي، عملوا معاكي ايه؟ ولا اي حاجة، هي كويسة ايه وكانت معانا وزي الفل. وخدتوها ليه اصلا؟ بنتي ما عملتش حاجة، هو كل مصيبة تحصل في البلد تجيبوها على هنا؟ غادة انتي كويسة؟ تعبانة بس محتاجة اروح دلوقتي. اتفضلي هوصلك. لا متشكرة قوي، واظن انا عملت اللي عليا وزيادة. انا هوصلكم. ممكن نمشي بقى دلوقتي ولا تحب نجيب محامي عشان نخرجها؟ محامي؟ انا ما اتشرفتش بسعادتك. خالد شكري زميلها في الشغل. اه لا الحكايه مش محتاجه محامي، وبلاش تسخن قوي كده. هنقعد ولا هنمشي ولا هنعمل ايه بالظبط؟ لا طبعا طبعا تقدروا تتفضلوا. يلا يا بنتي يلا يا خالد. هيعدي عليك واحد دلوقتي اسمه خالد شكري، عايز تحريات كاملة. زميلها في الشغل. وبعدين يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش قدامنا غير حاجة واحدة، نجيب فواز أبو سليم هنا. أنا متشكرة أوي يا خالد على وقفتك معايا، وفعلا ما كنتش عايزه ادخلك معايا في مشاكل. ايه هذا الكلام ده؟ لا يا ستي انا عايزه اتدخل. بصي يا غدا، انا من ساعه ما عرفتك وانا ما بطلتش تفكير فيكي، وشايفك بتمري بظروف وبمشاكل، وده عمره ما اداني فرصه ان انا اتكلم معاكي. اصلا يا خالد عندي ظروف وانت عارف. والنبي يا شيخه ما تقاطعنيش، انا بطلع الكلام بالعافيه. طيب حاضر اتفضل بسمعك. شوفي يا ستي، انا مقدر جدا الظروف اللي انت بتمر بيها، ولو على انك انت محتاجه وقت عشان تعدي الظروف دي انا معاكي، ولو بعد فتره لقيتي نفسك مستعده انك تفتحي صفحه جديده انا موجود. طب انا لازم انزل، تصبح على خير يا خالد. يعني خدوك غصب عنك عشان تساعديهم؟ ما حدش غصب عليا يا ماما، انا اللي وافقت اساعدهم. وانت توافقي ليه اصلا؟ انت مالك؟ وبعدين حمزه ازاي يطلب منك حاجه زي كده؟ ولازمته ايه بقى الكلام ده دلوقتي؟ مش انا قدامك اهو ورجعت وكويسه ومفيش اي مشكله، يبقى بتعملي كده ليه؟ الحمد لله انت رجعتي المره دي بالسلامه، اضمن من ايه بقى المره الجايه ترجعي لي؟ امي أنا اتخنقت النهاردة أسئلة وتحقيقات وسين وجيم، كفاية بقى خلاص مش قادرة أكتر من كده حرام. صبرني يا رب صبرني يا رب.